شبيبة القبائل استفادت من عودة الكثير من محبيها الذين انتظروا الكثير من هذه المباراة التي ذكرتهم بنهائي كأس الجمهورية للموسم الفارط. بولم دايس جعل عشاق الشبيبة يتفاعلون منذ البداية قبل أن يصمتون أو بالأحرى يسكتهم عساوي بعد هذا العمل الجبائي المنسق. عساوي يخترق دفاع الشبيبة بسهولة تامة ويسجل الهدف الأول والوحيد لاتحاد الحراش بسهولة. كما قلت عساوي دون تردد عسلة لم يستطع فعل أي شيء. بعد ذلك الشبيبة رمت بكل ثقلها في الهجوم، حاولت وضغطت ولكن الضغط الحراشي أو الخطر الحراشي كان قائما، وهنا فرصة أخرى لقتل المباراة. الشبيبة حاولت بالكرة الثابتة، حاولت بالتسديد عن بعد، وقام المدرب إغيل مزيان بتغييرات من أجل إعطاء نفس آخر لهجوم الشبيبة، لكن دوخة أدى مباراة في القمة على غرار كل زملاء الذين لعبوا بذكاء تكتيكي، وهذه تسديدة مترف التي كانت في منتهى الجمال لكن دوخة رد عليها بارتماء أجمل. الشوط الثاني لم يختلف عن سابقه، الشبيبة تحاول تضغط من كل الزوايا ولكن النهاية كانت دوما واحدة، الكرة لا تزور الشباك وجمهور الشبيبة ظل حائرا ودوخة بقي سيد الموقف في عرينه. اتحاد الحراش لعب بشجاعة بذكاء تكتيكي، الشبيبة حاولت بكل الطرق لكنها تبقى تفتقد إلى الفعالية والدقة، وعمل كبير في انتظار المدرب إغيل مزيان الذي هو حاجة إلى المزيد من الوقت حتى يعيد للشبيبة بريقها. إذن الشبيبة ضيع 3 نقاط واتحاد الحراش يؤكد بأنه قوي خارج الديار بثلاث انتصارات متتالية، والثاني القاتل ضاع من هانستير في اللحظة الأخيرة.